اهلا وسهلا. هاي بونجور، انا شيف عصام، شيف تكنيكال ديمونستريتور ببانو بيراتوس، وبدرس كمان بعصام حشوي بيكري سكول. إلي بالشركة من سنة 2006، نشتغل ببيكري، بيستري، شوكليت أند آيس كريم بالشركة. الهدف نحن من المدرسة هون حتى نطلع أجيال تكون عندها الخبرة وعندها التكنيك العالي بالعالم المخبوزات والحلويات بالشغل. الحلو عندنا هون بالمدرسة، المدرسة إجمالاً تستقبل أكيد الطلاب من جميع الأطياف، من جميع الأديان، من جميع الألوان. ما عندنا شيء معين، اي حدا عنده مثلا اكيد حاله اجتماعيه خاصه بيجي لعنا لهون على الشركه. المهم يكون عنده شغف وعنده حب لهالشيء ويلتزم عنا بقوانين المدرسه، ونحن الباقي مشوار الطريق نحن بنوصله وبنكفي معه حتى من بعد ما يتخرج من عنا بنقدر نكفيه ونوصل لهالتلاميذ لحتى نوظفهم عند الناس المختصين لهالدومين بهني راحوا له. اليوم اجمالا نحن جايين في عنا شيء محضرينه بالنسبه للشغل بالبيكري. هم الشباب والصبايا بلشوا كسنه اولى بيكري، كان عنا شغل اجمالا بخبز السوفت، وفي عنا بعض الاشياء عاملينها كمان خبز روستينج عاملينه بنصور له، وبلس عنا خبز بانيني وعنا بيجل. واليوم اللي حيشتغلوا قدامك كمان بار من الخبز اللي هو السوفت. السوفت اجمالا اللي حنشتغل اليوم، حنشتغل برجر مان، حنشتغل فاهيتا، حنشتغل توست الباندومي السوفت. ريدي. عندنا كل تيبل اجمالا حنوصل من تيبل 1 2 3 للأربعة، حيحكونا عن كل شيء خبز سوفت لنوصل لاخر مرحلة اللي هي الأهم نقطة اللي هي الباكينج. كيف ينعمل باكينج للخبز السوفت؟ حنبلش بالتيبل عنا هون اول وحده. هاي انا دلال، اليوم حاحكي عن الانجريدينتس تبع البرجر بان. فيها بقلبها فلور وشوجر وسالت وييست وميلك باودر وبتر ووتر وسوفت سوفتر ريجوليتر. صح؟ اوكي. نحن بعد ما عملنا ميكسينج للانجريدينتس عملنا الميثود اللي حنطبقها مشان نعمل برجر بان، وحتى عملنا فاهيتا بان اللي هو اول شيء عملنا لبالك فيرمنتيشن فور 10 مينتس، بعدين قطعناها عملنا سكيلينج 90 جرام 90 جرام لكل بيس، بعدين عملنا له انترميديت بروف، بعدين عملنا له انترميديت بروف ل 20 مينتس، بعدين فطورنا. اوكي، سو افتر ذا بروفينج وي هاف ذا بيكينج ستيج. The baking stage will be for about 10 minutes about in 220 degrees Celsius, and we can add sunset glaze on top of the soft roll to add some smooth texture. We then can add sesame or any seed. هنحكي عن الباكينج للسوفت رول. بيتوضب على حرارة 27 كمان نقدر نحافظ على السوفتنس للخبز. القرشة تبعها مظبوطة، very soft من جوا، moist، air bubbles مظبوطين. واو طيبة، عزمت حالي يعني سوري. والروزماري والروزماري نحن كمان زارعينه. نحن هون عاملين خبز بيكاتر وستيك، عاملينه باربيك. باربيك بتسهل وبتسرع عملية إذا واحد عنده توزيع أو شيء، بصير بس عنده مرحلة البيكينج بس، ولا عنده بروفينج ولا عنده شيء. هلا نحن نخبزهم فاينل بيك ودو. كيف الخبيز عاملين بالبيك، نحن حطيناه بالفرن على درجه حراره 230 220، حطيناه ستيم 60 ملي و12 دقيقه بيطلع خالص. اوكي، شو بيساعدنا ستيم؟ بخلي الكراست اقسى والكلر والاوفر جامب وتشوي. عاملين بالبيك نحن، هلا حنخبز الوضع. شو الفرق بينه وبين الثاني خبز؟ شو الفرق بين هاي وبين هاي؟ صار وقعتك. اوكي، هني بيز واحد محمد صح، بس هون الووتر اكتيفيتي اقل بيجي بالثانية. مظبوط. اوكي،
كيف بنلفها لف ولا بنرقها نحن هيدا؟ لا اوكي، اي سمكة بنرقها؟ ست. برافو. عادة أنا من أجانا هيدي خبز صوت بلك فرمنتيشن. قد ايه بنريح؟ تقريبا اذا كان عندنا ييست بنريح 15 تو 20 مينتس. 15 تو 20 مينتس. واذا كان عندنا صور الضوء بنريح تقريبا شيء 40 تو 45 مينتس. اهم شيء انه يكون الكرام حرارته بس 90 95 درجة، تكون الخميرة ما تدفي وقلبه صار مستوي، يعني بيتاكل فيك بيتاكل. أو بتنطر يبرد بالثلج. فأنا كنت حكيم سنين، درست 10 سنين، اشتغلت 11 سنة، ونهار قررت إنه خلص بدي وقف تشتغل اللي عم بعمل عم بعمله. كنا دائما نقول إنه كلنا بندرس ذات الكتاب، ما بدها فلسفة، كلنا بندرس ذات الكتاب. بالآخر اللي بينجحوا كنا بوقت 4500 حكيم سنين، يمكن الناجح منهم المشهورين 500 400، اللي هن اشتغلوا على حالهم بكتير تفاصيل. وبرجع على بالي لكم اياها لكم انتم اليوم، كل اللي عم تعملوه بتلاقوه بالكتاب. شو عم تعملوا هون؟ عم تعملوا هون كرمال خبره. الشفيه اللي اجوا لعندكم ان كان انطوني بشور او غيره، ليش اشهر من غيرهم؟ وفي كتير شفيه باتيسيه بالعالم اللبنانيه، هلا بقول لكم اساميهم، في بلندن، في بامريكا، في بدبي، وين ما كان. شو عملوا؟ اشتغلوا على حالهم بكتير تفاصيل، ومش بس باللي انتم عم تشتغلوا فيه بالعجين، بس بالمنطق. يعني بننتبه للأسف شوي بثقافتنا، ما بنحكي انجليزي مزبوط، ما بتنجح اذا ما بتحكي انجليزي مزبوط. سو ركز احكي انجليزي، ما بقى تحكوا لبناني من بعد، اتليست فيكم تتمرنوا. ما بينجح ببلاد معينه، خاصه بالخبز ما بيحكي فرنساوي. اذا كنتوا درستوا شوي بالمدرسه وكنتوا تهربوا وقت صف الفرنساوي او صف الانجليزي وتقولوا لشو هيدا ما لها معنى، هول كلهم صاروا ترجعوا بتعزون بالمجتمع، تبعت مساج مزبوط مش فويس عربي لانه ما بعرف وما بدي وجع راسي. فعم جرب بقوله انه انتم اليوم هالمدرسه عم تعطيكم اياها هي خبره مش موجودة على جوجل، هي تفاصيل مش موجودة على جوجل. فمن هون ورايح بس فكروا انه مش جايين تتعلموا خبز، لانه هو الانترنت بيعطيهم، جايين تتعلموا تتحسوا وتتعرفوا كيف عم بتقصوا وليه عم بتقص وكيف تعلمنا عن بعضنا. وكل المعلومات اللي قالوا هلا بخمس دقايق عبالي راسي هالقد، فعم تخيل اذا عم تقضوا معه ايامات. فدايما ركزوا بالتفاصيل. ليش عم بحكي ليش عم اتفلسف؟ لانه بال 10000 مطعم اللي برمهم بحياتي و12 سنه صار اللي بعمل اللي عم بعمله، وبتطلع باشخاص من الباب من الفوته، من بتطلع بعيونه بعرف اذا الزلمه ناجح او لا، اذا فهمان او لا، اذا عم بيشتغل مثل المكنه او اذا عم بيشتغل من جوا من القلب، اذا عم بحس، اذا عم بيطلع طاقه ونفس وحب من قلها بيدين او لا، بس قالوا لي اعمل هيك عملت هيك، قالوا لي اعمل هيك عملت هيك. فاليوم بعدكم باول عمركم، ما في مجال للغلط، وكثير صعبه واحد يطلع بالتوب 10، كثير صعبه. فتطلعوا بالتوب 10 بهالعالم لازم تكون عم بتقدم شيء زياده، مش هي ريسيبي برجع بنقول بتلاقيها على جوجل، هي عطاء، هي تفاصيل، هي احساس، هي معرفه، هي كتيبه، هي لغه، هي وقفه، هي ترتيب، هي كثير اشياء مع بعضهم يلي المدرسه بتعلمكم اياها واستفيدوا منها. تفرجيكم رح ندوق سوا بس تقلكم انا كيف بدوق. اليوم صار بتطلع بشغله بتنحط قدامي، اول شيء بتطلع بتفاصيلها، بتطلع اذا كلهم ذات الحجم، بتطلع اذا معموله مزبوط واذا اطرافها انشدوا مزبوط، اذا ضربت السكين على القد او الشفره صارت فتحتهم ظابطة، وإذا نفخت على فرد ميلة أو لا، لونه من فوق من تحت، إذا فرنا مظبوط ومنا ضاربة من تحت ومن فوق ومن تحت مستوية زيت شي، برجع بسمع صوته، بسمع كسرتها وبشوف إذا مغطت أو إذا كسرت دغني، إذا بيسكوي أو فتحت نكزة شوي، إذا مخمرة مظبوط، إذا الهواء جواتها مظبوط. لهلأ بعرف أنه 80% رح نبسط فيها بعد ما دقنا. فكل هول التفاصيل قبل الدواء، يلي هن بدهم وقت، بدهم شغل. فبكل شغله بنعملها، بتعرفوا كثير صعبه بكره اذا اشتغلتوا محلات كيترينج
عندنا 400 شخص بده ياكل، 500 شخص بده ياكل، انت ما عم تعمل 500 صحن، انت عم تعمله شخص، انت عم تعطي اكسبيرينس لشخص، لانه انا كل يوم بهال 500، انا من 500 ولقط شغله انا رح احكم عليها، ما رح اقول بس عندي ما زبطت، بس عند مرتي زبطت او عند جاري زبطت. فبتكون تفكروا اليوم اذا عم تعملوا خبز وبكره رح تعملوا باتيسيري، رح تعمل 20 جاتو، بده يطلعوا 20 سوبر نايس جاتو، ما في يلا 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 يلا. فبنشوفهم بنحسهم، فيني افرجيكم اياهم هول الماشين، يلا يلا يلا، بتطلع بالفينشينج ولا الكراست مزبوط ولا الطول مزبوط ولا يعني. فهون عم نشتغل مزبوط تنبلش. اندن بحب كثير دائما بالايدين، بحب حسها تحت ايدي، بحب حس كسرتها تحت ايدي، وبنرجع مندوق. أشياء مزبوطة من برا، طعمتها طيبة كتير، هوايتها عظيمين يعني، مخمرة مثل ما لازم تكون، في هوا في اير بابلز مرتاحة، منا معجنة منا معلكة على بعضها. من هون ورايح إذا ما نعمل كونسيرفيشن مزبوط، إذا ما قعدت مزبوط، إذا ما نحطت بالكيس أو لا، إذا ما حطت على الرف مزبوط، إذا ضربها الاي سي أو لا، إذا نحطت على الشباك، من هون بلحظات غلطة قلة خاصية بتعجن، بتصير ما بتنبلع، فهو يبلش الشغل. فالاند برودكت بيوصل عند الزبون بده يكون فيه صعوبه، فيه يكون احسن طحين واحسن مكنه ومئات الوف الدولارات، قله خاصيه وقله نفس. هول المدرسه بتعلمكم اياهم مش الكتاب. بتوصل بتقول خبزته عاطله، وبتعرفوا بحسها بكل الضيعة بلبنان، زيت اللحمه عند اثنين لحامين حد بعضهم، وحده طيبه طيبه الثانيه بتلعن النفس. طب ما هي زيت اللحمه، زيت البقره قسموها اثنين، نفس عطاء احساس وقت وقت. فيكم انا احكي عن السوشيال ميديا بعد شوي اذا بدكم. السوشيال ميديا هو كلنا معنا زيت التليفون، وكلنا عنا زيت السوفت ويرز، في ناس بتشتغل مزبوط في ناس ما بتشتغل مزبوط، هي الوقت، هي الوقت التوشوش وراها، الهاشتاجز المزبوطين، الكلمه المزبوطه، الاحساس انت عم تحط الصوره، الابتسامه اللي انت عم تحطها. مش هيك في ناس بتطلعوا بصورهم بتقولوا حلوين، وحدا تاني لا، مثل اللي هلا عم نصور، ميكرو باك اب، الصوت كله ما بيطلع عند الباك جراوند، بيقرب مزبوط، بيخد لي تمي مزبوط، بنسال السؤال بنعرف نجاوب عليه لو نعمل له اديتنج، او فينا نلقى التليفون بايد نص ايد نصور هيك بنقول ما حدا بيلحقني. ف الثيم تبع وجودي اليوم هو اتنشن تو ديتيلز، تفصيل 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 تفصيل، كل تفصيل، حلاقه تفصيل، التياب تفصيل، الضحكه تفصيل، كل تفصيل. معقول يجي مثلي غيري يطلع فيكم يقول حبيتك تعال عندي بوصفك، حبيتك تعال عندي بوصفك. فانتوا اليوم كل يوم باختبار دائم بالحياه، خاصه اذا بلشتوا حياه جديده، حدا رح يشوفكم ما بتعرفوا انتم، فيكون انا فيكون غيري فيكون غيري. فانتوا كل يوم هو اختبار، مش رايحين على الشغل او رايحين على الجامعه. فجود لك، وان شاء الله نتعلم من بعضنا. ميرسي وبعافيك. باي. نشيك على الجلوتين نتورك تبع العجينه. يوجوالي لازم نحن عم نشيك نتركها نعمل ميكسينج. هيدا اسمه ويندو تيست. اوكي، نرقها قد ما فينا سرعه. هي ما لازم يعني تتخزق، هلا اذا تخزقت تكون بعد بدها. يعني بعد شي 1 مينت نرجع نعمل. بنعمل انترميديت برو كرمال تقدر العجينه تاخذ حجمها بقلب السيليكون بول. انت بتكون اشتغلتها ومعوستها، ويمكن الاير بابلز معوستهم، ترجع بتعطيها مجال يرجع ياخذوا محلهم، ترجع ترتاح. هيدي بدنا بعد شغل، بعد ما صار الفن شيب لنحطها هون. اوكي، بعد بنعملها دي جازينج وبنلفها. مطلوب يبقى هواء يا عمر بقلب العجين الصوص؟ لا، ما بنعملها دي جازينج اجباري. شو بيعمل لها الهواء اذا بقلب الصوص؟ ما بيخليها من جوا دفعة، مش دفعة. ما بيخليها يعني، بخليها مثل انه ضلها مثل ممكن. كل ما كان قلبها معرضة هواء، كل ما كنت معرضة لشو؟ بتنشف تنشف العجين من جوا. مظبوط، كل ما كان كلوز يعني بالسنة الأولى بعد ما قلبها بعمل ديما قلبي راح لهنيك، يعني قد ما معلق فيه. كنت أول سنة تعليم لإلي، عادة بنعمل ورك شوب، بنعمل دومستريشن تحت، بس أول سنة هيك بتعلق بناس لهالدرجة. يعني عندنا هالشيء الشغل عم تشتغل مع ناس
لتعطيهم من خبرتك ومن قلبك وروحك. هو فرح فرح العطاء انك تعطي لحدا كثير حلو. واليوم اذا انتم نجحتوا انت بتنجح انت. يعني بكره سمعت فلان ربح اوورد او يحول توظف بشي باتيسري كبيره بالعالم او بيكري ضحكتك لما تقول نجحت. انا دائما دائما بقول لهم ايه ما بدي تكونوا مثلي بتكونوا احسن وانا هذا اللي بتمنى. هيدا هو في مع آدم كمان مع آدم. اوكي هيدا هو البلوز نتورك اللي عملناه شيكنا عليه هلا. سو نعمل تست للبروفينج لنتأكد إنه فولي بروف. نعمل تست بالأصبع، نحط أصبعنا بنشوف إنه فيها باور للعجينة وصارت جاهزة لتنخبز. حيصلي هون سنة تقريباً. أنا مسلم سنة تانية باتسرية. بلشنا معهم هون أول صف. بلشنا بيكري معهم. رجعنا فتنا أول سنة باتسرية إن شاء الله. وشو بيتعلموا بصفة؟ عم يتعلم شو لازم يخلصوا آخر السنة. طيب عم يتعلموا البيسكس من الأول بفوتو. يعني القصص اللي بدو يخدها حيالله باتسرية بالمصلحة. مثل كان باتسيير، مثل جينوزيت، مثل غناش، مثل هالقصص اللي بتأسس له لكل شيء غير. اليوم في عندنا مكارون مثلاً، المكارون شيء كتير صعب وكتير بده دقة بالشغل. عم نتمرن عليه حيصير لنا أكثر من يوم. ولقدام شوي أكيد حيصعب أكثر وأكثر البروجرام لأنه يوصل يصير لحاله يعمل الكيك دقة أزل. شو عم تعمل يا مصطفى؟ عم نعمل مكارون. هون عم نعمل أول شيء مرنج على بالقطر. من اول شيء بنخفق الفنان وبننطر القطر ليوصل للحراره 116 بعدين بننزل القطر فوق البيض الزلال كل ما طلع بصير عندنا مرنج هاي بالحكي. بدنا نتمبر شوكولا عم نسخنها شوي وبدنا نعمل ديكورات شوكولا. على اي حراره بتشتغل شوكولا؟ شوكولا 45 بنسخنها بننزلها لل 28 اوكي بنشتغل فيها 29 30 في 10. عظيم. شو عم تعملي؟ اوكي بدنا نحشي الاكلير كريم باتيسير. اوكي هاي كريمة بيت هي الشركه هون عملتها بنحط لها كيلو مي 375 باودر كريمة بيت. انتوا بتعملوا كريم باتيسير. اوكي سو انتوا بتعملوا الاكلير البودره تبع الكريم باتيسير بتجي خالصه وبتحشون. نحن عاملين فروم سكراتش بس هلا كمان عاملين. قديش بده الاكلير تيخلص شهر؟ هلا هون بدنا نحشي هونيك بدنا نعمل ديكوريشن. اول شيء هلا عم نعمل تمبرينج. اول شيء دوبنا الشوكولا من حراره 40 ل 45 بننزل تقريبا الكميه بنخلي ثلث بالجات هدول اللي يقدر يعدل الحراره تقريبا بدنا نوصل حراره من 30 ل 31 بنمدها على الطاوله بس لنبردها بحراره الطاوله شفت الحراره احمد هلا بنرجع بننزلها على الشاط اوكي هلا نحن عم نحشي الاكلات كريم باتيسير وهيك هون بعد ما خلص عنا المرنج طبعا مثل ما شايفين
ميرنج يعني جمع القطر مع الزلال. هلا في عنا هون قد بقد لوز بودرة وباودر شوغر، وعنا هون زلال 100 جرام 110 جرام. اول شيء بنحط اللوز وال، وهي عملناها على كاكاو لانه عنا مكرون شوكولا. اوكي نضحي بنص الكمية من الميرنج هون، نحرك. بتعرفن خلصت، لازم تكون مروسة من فوق بعد ما بتبرم بتطلع بتكون مروسة من فوق. هاي الصورة دايما بحب صورها بكل المطابخ. هلا نحن كأنه لأنه عملنا ماربل بين بيستاشيو وأبيض، حبينا نحشي الحشوة تكون بيستاشيو غناج وبيستاش، وحبينا نحشيها بهيدا الشكل لحتى بس تسكر يطلع. حادث صغير صار بالغناش، شاف عبد الله سخنها شوي زيادة بالمايكرويف، عم نحاول بس نرجع نبردها لنفوت بالسكب اسرع نرجع بس حتى نعجن الكريستاليزيشن تاعيتها. يلا جيب البيزا. من اول للاخر قديش بده وقت يعني تيوصل تنوصل على هذا الريزلت؟ قديش بده وقت تقريبا؟ المكرونه بدها بحدود الثلاث ساعات بين تسخين السيرو على النار، بين المرنج، بين الخلط، بين السكب، التنشيف، يعني بدها تساوي الكروت اللي من فوق هيدي رح تقدر تخبزها ويطلع عندها البيه من تحت لحتى نسقعها لحتى نفك، يعني في بروسيدير شوي طويل بده اقل شيء 3 ساعات لتطلع معنا حبه مكرونه. ويفضل بس لما تنخبز تنحط اوفر نايت مثلا بالفريزر، تنشيل تنسكب الجناش من حاجه ترجع بترجع بدها بحدود ال 48 ساعه بالبراد حتى ناخذ شو نستعيدها، بعدين بتصير ريدي تو سيرف. بس بفرجيكم كيف من برا وقفتها مظبوط، من جوا نكزه نص نص فاضيه مثل ما لازم تكون، وبالاخر فيها ان انترستينج اند انجويبل تشوينس، يعني تكسر وتكسير مثل البسكويت من برا شوي شوي، اند ذن بتعطي هالعلكه الحلوه بالاخر. جود جوب. اليوم بدك تصير حتى الاكلير، خلينا نطلع بالاكلير، مش عم ننتقد عم نتعلم. اوكي سو طلعوا بالاكلير ولا وحده مثل الثانيه طول، ان كان بالطول ان كان بالعرض، فنحن وعم نعبيهم بدنا ناخذ وقت. انت زدت شيء، عبيت اول وحده ما ظبطت، الثانيه ما ظبطت، الضيق في شيء كان عم نعمل غلط من الاول، سو بدنا نثبت المكرون، لان انت عم تلف وعم يهز معك، سو منك مرتاح من اللي عم تعمل. اليوم الباتيسري رح تقروها بالكتاب، في 1000 كتاب رح اعلمكم عم تعملوا، اليوم الشيف هون عم بيقول لكم روسيت، لا مش عم بيقول لكم روسيت، الشيف هون تيعمل لكم تيعطيكم خبرته، 10 سنين او 15 سنه من الخبره، اذا طفت الكهرباء شو بعمل، اذا الميكروويف مش منيح، اذا النار قويه او لا، اذا الفرن قاسي او لا، اذا بتضرب من تحت من فوق، اذا سقعت، اذا هيدي سقعت، اذا طلعت رطوبه، اذا الضوء، هول التفاصيل الكتاب عم بعلمكم اياهم، فانتم منكم جايين تتعلموا روسيتات، عم تضيعوا وقت حرام، رجعوا جوجل بتاخذ معكم 3 دقائق وانتم قاعدين على الكنبايه. جايين تتعلموا خبرته لانه ما في وقت 10 سنين، هو ضيع او عاش 10 سنين من حياته عم بيعطيكم اياهم بنهار، بس انت بهالنهار بدك تكون فتح ذهنك تقدر تخلصهم كلهم سوا. واكثر من هيك اليوم كشيف، انت انسان كشيف كباتيسي، خلينا نقول ما زلنا نحن بهيدا الصف، نحن وين؟ انتم هل انتم شغيله بقلب المطبخ ما راح تشوفوا حدا؟ لا، الناجحين هن الناس اللي شفتوا صورهم، الناجحين هن اللي عملوا اتشيفمنت، الناجحين يلي حكي انجليزي صح، يلي حكي فرنساوي صح، يلي حكي العربي مزبوط، يلي اخذ وقته يكتب ايميل مش يبعت فويس نوت لانه ما عم باله يعمل افور يكتب انجليزي. سو انت احنا من وجهي نتعلم على باتيسري شو عم بيوجعنا راسنا بالمجتمع. انت اليوم عم تبني حالك، وبدك تبني حالك بدك تتعلم كل شيء تتوصل تعمل كتاب ما في حدا يكتب لك اياه، تتوصل تعمل انترفيو على التي في ما حدا رح يعمله عنك، انت توصل تستعمل كلمه مظبوطه ماكارون اكلير غاناش والكلمات المظبوطين ما في يكون فيها لهجه لبنانيه او عربيه.
ديما صالح حشوي، انا بدومين التعليم والتربيه تقريبا هاي السنه 24. كنت بمدرسه سوبرفايزر كوردينيتور، ومن مده تقريبا سنتين توفى عمي اللي هو ابو لزوجي. هني اخواته عندهم مؤسسه اسمها بانو بوراتوس، هي مؤسسه عالميه يعني بلجيكيه، عمرها تقريبا شي 103 سنين. سو قرروا يعملوا هيدي السكول صدقه جاريه عن روح ابوهم. هاي السكول منا اول سكول بالعالم، هي هاي تقريبا يمكن هلا صاروا 9 10، كل سنه بزيدوا، بس هي اول مدرسه بالشرق الاوسط تفتح. بما انه نحن دونك بانو بوراتوس اللي نحن عاملين جوينت فينشر مع بوراتوس، كان بحق لنا نفتح هذه السكول اللي هي معموله ل از سوشيال كونتريبيوشن، هي معموله لحتى نساعد المجتمع. بما انه لبنان بتعرف نحن الازمه اللي مرقنا فيها من وقت كورونا، بعدين العمله اللي الوضع الاقتصادي الدهور، سو صار للاسف صرنا نحن بلد بحاجه انه نساعد مواطنينه. هي السكولز مفتوحة مثل ببلاد مثل الهند، البرازيل، مكسيكو، البلاد اللي شوي بحاجة لهيك empowerment للشباب. سو أخذنا هاي الفكرة ونفذوها. أكيد طلبوا مني بما أنه أنا بالعائلة الوحيدة بدومين الانسينيمون، سو سألوني إذا يعني بياخد هالمسؤولية وبيمشي فيها. بدون ما أتردد قلت لهم اكيد. هيدا هيدا عمي اللي هو بابا كمان. سو وهيك اللي صار، وبقول لهم هيدي المدرسه هي عندي 3 اولاد، هيدي بنتي الرابعه، يعني ما عندي بنات، هيدي بنتي. اخذتها من from A to Z، حاولت اعمل شيء ما بيشبه السكولز اللي هن معمولين برا، وبالفعل الحمد لله هاي السنه الثانيه قلنا، وبحس انه نجحت ب يعني بتيمونياج السكولز الباقيين. حتى طلبوا مني انه اعمل مثل باوربوينت تخبر نحن شو بنعمل حتى غير سكولز يعملوا مثلنا اللي هن برا اللي هن اقدم منا بكثير. مثل ما كنت انا كثير انبسطت بالكلام اللي حكيتهم اياه، لانه الكلام اللي حكيتهم اياه اجى اكد الكلام اللي انا حكيتهم اياه ديجا، انه نحن ما فينا نكون ناجحين اذا ما عندنا لغه، ما فينا نكون ناجحين اذا بنشتغل سوشيال ميديا، ما فينا نكون ناجحين اذا ما كنا فول باكج. ذاتس واي نحن ببروجرامنا بالكوريكولم تبعنا عندنا كورات سوشيال ميديا، عندنا كورات انجلش، عندنا كورات لايف كوتشنج، عندنا كورات مثلا جبنا هذيك السنه الدفاع المدني فوج الاطفاء، عمل لهم فورماسيون كيف بنعمل نحن في حال صار عندنا اكسيدون بالكوزين، بتعرف بالمطبخ بصير في حريق، بصير في اختناق، بصير في انجريز يعني بليدنج اتسترا، كيف بيتعاملوا مع شيء. وبالفعل في كذا سكول صاروا عم يعملوا اللي نحن عم نعمله هون. لما بدنا نعمل ريكروتمون للتلميذ، اول شيء بنتوجه لجمعيات، بنتوجه لمؤسسات اللي هي عندها داتا. انا كثير كثير عندي مشكله بالداتا، يعني انه انا يجيني مين بدي نقي، مين بدي اختار؟ اكيد اللي بدي اختاره، لانه في كتير معينين. اول شيء بده يكون عمره بين 16 و 23 سنه، بده يكون وضع الاجتماعي بحاجه انه للمساعده، لانه هي هيدي كمهنه كتير كتير بتكلف اذا واحد بيتعلمها. لانه بروح انا عند شيف على باتيسري بياخذ منه خبره اذا اعطاني اسراره، وما اكيد ما حدا بيعطي سره لحدا. اذا انا كتير 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 شاطر ممكن لقوت منه، بس ما حصير شيف. شيف مثل ما كنت عم تخبرون انه ما حصير حدا كونيو. سو دونك بده يكون عنده شغف لهيدي المهنه وهو ما قادر يعلم حاله، بده يفوت حدا على الكوردون بلو، بده يدفع هالقد مبلغ حتى يقدر يفوت. هدول وباز، لانه جمالا الناس اللي من طبقه مجتمع معينه بيكون عندها شوي او نيفو دو ليدوكاسيون، يعني بالمدرسه ما بكون يا مكفى ما مكفى مدرسه، يا ما يعني ماديا ما قدران، او هو مش حابب يكفي مدرسه. سو عندي مشكله باللغه، هيدي المشكله الوحيده اللي عم بعانيها لما بدي اعمل ريكروتمون.
كثير عم حاول اشتغل عليهم بموضوع اللغة واكد لهم قديش هيدي مهمة وتتابعوا حالهم يوميا وبتابعوا مع معلمة الانجلي لانه كمان ما فينا اعطيهم اكثر من مرة بالاسبوع لانه الكوريكولوم مضغوط. نحن البروجرام عنا على سنتين، اول سنة بياخدوا بيكري وبياخدوا شوكولات، ثاني سنة بياخدوا باتيسري بياخدوا ايس كريم. نحن بعد المدرسة هي منا مرخصة من الوزارة، يعني من وزارة التربية أو من التعليم المهني. اللي نحن عملناه نحن أسسنا جمعية اسمها جمعية عصام حشوي لحتى نكون نحن كسكول لينكت لها الجمعية لحتى نحن نقدر نصدق لهم هالدورات. هدول بيحسبون كأنها دورات دورات، يعني مش سنة دراسية، دورات بقولها دورات قصيرة ممكن تمتد لتسعة أشهر. إذا عملنا لهم دورتين وصد فينا نصدق لهم اياها من خلال الجمعيه. احنا كمان لنا سنتين عم نشتغل بهديك الجمعيه لطلعوا ورق الجمعيه، يعني نحن لنا سنتين كمان فاتحين، هديك السنه بلشنا وهي السنه اللي كانوا سنه اولى طلعوا سنه ثانيه والسنه بيتخرجوا. هلا نحن كمان من الاكيب يلي عم بتلاميذ الدفعه الاولى كتير بيجينا زوار خلال السنه. مثلا جينا ديبندنت من الكويت لنقول تلميذتين بده يون بس يتخرجوا، نحن تحت بالانوفيشن سنتر اللي قلنا بدنا ناخذ اثنين منهم. اوكي سو كرمال واحد يقدم على السكول نحن بنفتح بشهر 3 بيرجع بنفتح التقديم للسنة اللي بعدها بعصام حشو بيكي سكول بيفوت على البيج في هون لينك. اوكي بيكبس عليه لللينك بتاخده على باج بانو بوراتوس القسم المتعلق بالسكول، يعني بيقرا الميشن تبعتنا شو هي، اور ستوري، شو شروط الانتساب وشو نحن بنقدم له. اذا حس انه هو بينتمي او هو كل الكريتير المطلوبين هو عنده اياهم بيكبس على املاء الاستماره بيعبيها. واخر شيء اكيد كل اللي محطوط على التحدون اتوال، يعني هذه سو بيجي انه واحد يعبيهم بيرجع بيكبس انضم الينا بيجي الفايل او الدوكيومنت تبعه بيوصل لعندي وعلى هالاساس نحن بنتصل فيه وبنعمل معه انترفيو. كمان حابه اضيف شغله انه كمان لانه التلاميذ اللي نحن بناخذهم هن عندهم اجتماعيا بحاجه سو من والمواصلات صايره هالايام عائق، يعني في ناس من مناطق بعيده يعني ما بتقدر تجي لعنا. اللي قدرنا عملناه قد ما بنقدر نحن عم نقدر نقدم لهم قد ما فينا. اللي عملنا نقطتين بوان دو كولكت، نقطه على الكولا ونقطه على مثلث خلدي، يعني اذا حدا ساكن قريب لبيروت في يجي على الكولا ونحن بنطلعه بنرجعه لنفس النقطه، والمناطق اللي حوالينا في يجي على خلدي كمان نحن بنطلعه وبنرجعه على نفس النقطه. انا انبسطت كثير، انبسطت كثير كثير كثير. اول شيء انا تعلمت، هن مفكرين بس هن تعلموا، انا تعلمت كثير، تعلمت منهم، حكينا ضحكنا، قريت بعيونهم علم، قريت شفت سفنجات عم تاخذ داتا، شفت هزيت راس عم تقول اوكي تعلمت انبسطوا فيهم، انبسطت فيهم كثير، وان شاء الله ارجع التقى فيهم ورح نرجع مشور رح نرجع نلتقى شي نهار باهم مطابخ العالم باهم مطابخ باتيسريات بالعالم. ورح يرجع يقول لك بتذكر جيت لعنا على الصف، وهيك بيكون السكسس. سو هيدي المدرسه رح تكفي، وانتم مبسوط تكون عندهم وان شاء الله برجع بعمل لهم زياره. انا اخذ من شغلهم اول شيء شوكولا من عندهم ثانك يو، من شغلهم هول الخبزات اللي شفتون قبل شوي، تتخيلوا تلاميذ عاملين لك اشياء وجاتويات وكمان المكرون اللي اشتغلوهم كلهم سوا. I'm very honored and proud. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو، كونكت قدام اون سوشيال ميديا، اسالوهم كل الاسئله اللي بدكم اياها وانا اكيد راجع.